وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تولوز الناشطة في العمل الإغاثي واللاجئين السيدة فاطمة جابر. أهلا ومرحبا بك. بداية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول أن النظام أخفى قسريا أكثر من 82 ألف شخص. إلى أي مدى ترتقي هذه الأرقام إلى الحقيقة؟ وهل من إحصائيات عن المخفيين قسرا منذ نشوب الثورة؟ هلا مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، نعم، هاي الاسماء الموثقه فعليا، يعني في كثير اهالي ما بيبحثوا عن اسماء معتقلينهم خوفا من الوضع الامني او انه يتم البطش فيهم. هلا الموثق فعليا وثقته مركز الانتهاكات سجلت 7953 من مختلف الاعمار. نعم، هدول مقصودين وموثقين بالاسم، التاريخ باعلان وفاتهم او بتاريخ اعتقالهم او اعدامهم. نعم. طيب لماذا يلجأ النظام ل 25 طفل، في منهم 63 سيده، هدول بالاسماء وبتاريخ الوفاه او تاريخ الاعتقال. لماذا يلجأ النظام لهذه الطريقه وهي الاخفاء القسري؟ ولماذا لا يقدم المتهمين او يقدم المتهمين للمحاكمه؟ هلا اذا بده يقدم المتهمين للمحاسبه فهو عم بثبت انه في ناس طالبت بالحريه وطلعت ضده. هاي الناس في منها دوم توفى، يعني بعد الاعتقال مباشره تم قتله، في ناس بعد التعذيب. ف يعني نظام قائم على عدم الشرعيه، بدك اياه يقدم الناس للقانون وللمحاكمه وما في عدالة، لأنه في الأصل ما في عدالة. إذا كانت الانتهاكات بحق السوريين كبيرة إلى أنه لم يسلم حتى أو لم يسلم حتى الفلسطينيين من انتهاكات النظام، ما تفسيركم لقتل النظام 35 لاجئة فلسطينية تحت التعذيب؟ هلا الشعب الفلسطيني هو من نسيج هاي البلد، يعني اللاجئين الفلسطينيين خلقوا بسوريا، يعني عمليا هم فلسطينيه بس لكنه خلقوا وعاشوا بسوريا، واي شيء عم بيصير على سوريا او على الشعب السوري هو بالمقابل عم بيعيشوا الشعب الفلسطيني. فاحنا من نسيج هذا الشعب، يعني في مننا معتقلين، في مننا ناس مع النظام، في ناس ضد النظام، مثل الشعب السوري تماما. هلا في عندنا 558 لاجئ فلسطيني كبار السن واطفال، شيء هذا قتلوا موثقين من مجموعه العمل في الاجهزه الفلسطينيه في سوريا، وهي مجموعه حقوقيه توثيقيه اعلاميه مقر لندن، هذول بالاسم موثقين. هذول ومنهم 35 لاجئ قتلوا تحت التعذيب، في منهم 300 هذول مفقودين ما معروفين وين، يعني حتى ما يعني ما مذكور انهم بالمعتقلات. في الذاكرة دائما تبرز قضية سيزر عند الحديث عن الإخفاء القسري في سوريا، كيف ترين تعاطي المجتمع الدولي مع القضية، ولماذا لا تتكرر مثل هذه القضايا مع باقي المخفيين؟ أنا برأيي الصمت الدولي هو عم يجعل العالم شريك بقتل هاي الناس. نعم. لأن تسربت صور وسميت يعني بصور قيصر، تسربت عشرات الالاف من الصور، والصور موجوده. نعم. ولا زال المجتمع الدولي صامت، يعني في حركات مناهضه خجوله، بس ما صار في يعني قرار دولي بمعاقبه هذا النظام او بالبحث الجدي والفعلي والتحدث باسم المعتقلين واهالي المعتقلين. حتى مع الملاحقات الجنائية في المحاكم الدولية لقادة النظام، الأنباء تنقل عن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية جميل الحسن، أو تنقل توعده أهالي درعا بالثأر منهم. يعني هل النظام بات لا يخشى وقادة المحاكم الدولية برأيكم؟ طبعا لا يخشى. النظام لو يخشى العالم ويخشى المحاكم الدولية ما وصل لهي المرحلة أصلا، لأنه بالأصل ما لقى مجتمع دولي يوقفوا عند حده. يعني الناس بكل بساطة عم تتبلغ على التليفون بوفاة ولادة، وين المجتمع الدولي؟
الآثار، المتاحف، البنية التحتية، آلاف الناس قصفت وهي عم بتشيع الشهداء، يعني نعم. شهيد عم بشيع شهيد، انقصف مجازر على الأفران، يعني الأفران قصفت والناس وقت عم بدور بده تاخذ الخبز، وين المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي أنا برأيي ومو برأيي، يعني الصورة واضحة، مساهم مساهمة فعليا مع هذا النظام. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بأن الجريمة لا تسقط بالتقادم. هل سيستمر الحقوقيون السوريون في ملاحقة قادة النظام في المحاكم الدولية، أم أن الأبعاد السياسية للأزمة ومحاولة المجتمع الدولي إعادة تدوير النظام يمكن أن تحرف المسار؟ لا يسقط حق وراءه مطالب. في أحرار بسوريا وفي أحرار بالعالم، وأي قضية لتنتصر بدها تراكم وبدها متابعة ومصابرة. وهاي الناس اللي ضحت بولادها، ضحت بشبابها، ضحت بعمرها، ما تستكين يعني. نعم. يعني بالأخير إلا تأخذ حقها الناس. نعم، من تولوز الناشطة في العمل الإغاثي وللاجئين السيدة فاطمة جابر، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.